بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ الأول نطبطب بالراحة جدا على منطقة شاكرا التاج ومنطقة شاكرا القلب بالراحة خالص. هطبطب على المنطقتين دول عشان أبدأ في تفعيلهم. بسم الله. هنبدأ نتنفس أنفاس عميقة، شهيق وزفير. شهيق عميق، وتخيل معايا انتشار الخفة في كامل الجسد، ومع الزفير اسمح لكل الضغوط إنها تخرج، القلق، التشتت تخرج بالكامل من الجسم. شهيق مع الزفير طلع كل القلق والتوتر. هنتنفس أكتر من مرة. دلوقتي هتبدأوا تكرروا ورايا من غير صوت الكلام اللي أنا هقوله. اللهم يا خالق كل ما هو موجود بكل محبة وتواضع، امنحني الحماية، الإرشاد، الرعاية والمحبة الإلهية. أطلب حضور الملائكة المرشدين والمعلمين، وأطلب من الخالق غمري بالمحبة الإلهية والوحدة الإلهية والسلام الإلهي، وأن يمدني بالقوة الداخلية للاستمرار في تطوير ذواتنا. ابدأ دلوقتي بتخيل موقف لطيف، ابتسامة، حضن، موقف جميل، ابتسامة طفل، وردة حلوة. استشعر الموقف دلوقتي، حس بالمحبة والحياة، استشعر المشاعر دي، استشعرها وهي بتغمر القلب، ترسم الابتسامة على الوجه وحتى على قلبك. ابتسم ابتسامة خفيفة من قلبك واستشعر البهجة الحقيقية معها. استشعر مركز القلب وهو يتسع ويتوهج. خد نفس شهيق عميق وزفير طويل. وجه تركيزك دلوقتي لمركز التاج أعلى الرأس، مدخل استقبال المحبة الإلهية والحب الإلهي. ابدأ بتخيل موقف حصل معاك وأشعرك بالحماية والرعاية الإلهية، موقف استشعرت فيه وقوف ربنا معاك، استشعرت حفظ ربنا معاك. اسمح لنفسك استشعار مشاعر الحفظ والرعاية. سيب المشاعر دي تغمر جسمك كله وابتسم من جديد لتستشعر معها كل المشاعر الطيبة وهي تغمرك الآن. ارفع ايديك لمنطقة الصدر على مستوى منطقة الصدر،
وجه الكف للخارج كأنك مادت إيدك قدامك بتطلب حاجة. ما بين إيديك تخيل الكرة الأرضية موجودة ما بين إيديك. دلوقتي هنبدأ بغمر الأرض بالبركة والمحبة اللي هتعبر من خلالنا للأرض، وبصمت كرر ورائي: إلهي، اجعلني أداة لسلامك. ابدأ باستشعار السلام وهو يشعر جسدك، يغمر كل خلية في جسدك، يعبر عبر يديك، ويبدأ بغمر الأرض أمامك. نهاية الحروب، المشاكل، الكراهية تعني أسرع المحبة. استشعر المحبة وهي تعبر بداخلك وتعبر من خلال يديك للأرض، وكأن وهج وردي ينبعث من يديك إلى الأرض، وتبدأ الأرض بامتصاص هذه المحبة. استشعر كل مكان في حروب، في مشاكل، في كراهية، في تفرقة، تبدأ المحبة تغمره بالنور الوردي، وتبدأ تختفي هذه المشاكل والحروب، وتختفي الكراهية. حيث يوجد الجرح، الإهمال، الألم، اسمح لي أن أكون معبر للغفران والعدالة الإلهية. اتخيل أي مكان في ناس متألمة، متخاصمة، مجروحة أو مهملة. تخيل إن المحبة والغفران والعدل الإلهي يبدأ يغمرهم، يرجع للناس حقوقها، يساعد الناس اللي بينهم خلاف وخصوم ان هم يتصالحوا، انهم يتفاهموا، وانهم يلاقوا حلول، وان تبدأ الخلافات تدوب وتتلاشى امام المحبة الإلهية، وان مش اي شخص متألم يبدأ النور الإلهي يغمره بالمحبة الكافية لتحرير أي ألم. تخيل هذه الطاقة باللون الوردي تجعل جروحهم تتشافى، خلافاتهم تتلاشى، الخصومات تتلاشى وتنتهي، والمسافات تدوب. حيث يوجد الانطفاء والحزن واليأس تعني أسرع الحزن. تخيل الأرض وهي تغمر بالأمل والإيمان. تخيل الأراضي والنباتات الميتة تبدأ تحيا من جديد بنور الأمل، بنور الحب، ومبارك للأرض بنور الحب والأمل. تخيل الناس اليائسة اللي يأست من الحياة، يأست من تحقيق نواياها وأهدافها، يأست من التشافي. تخيلهم كلهم وأنت تقترب من عندهم، وافتكرهم وابعت لهم وقل لهم: دائما ربنا موجود، دائما في أمل. تخيل الابتسامة وهي بتبترسم على وشوشهم دلوقتي، وكأنهم بدأوا في الإدراك إن في أمل فعلا. تبدأ أرواحهم تنفتح لاستقبال أماني ودلالات وإشارات الأماني والأمال. تخيل كل مكان محتاج لنور الأمل يبدأ يتجلى ويغمر بها. فليتبارك جميع من على الأرض بالأمل،
والإيمان. حيث الظلام فليزرع النور، حيث الحزن فلتزرع البهجة. تخيل نفسك وانت معبر للنور الإلهي لكل اليائسين، الحزنين، المكتئبين، المرضى. تخيل ان كل دول يبدأ نور المحبة الإلهي اللي يعبر من خلال إيديك يغمرهم ويغمر الأرض بأكملها. ليتبارك كل من على الأرض بالمحبة والنعيم. وجه الآن وعيك لمركز التاج على الرأس. في الوقت نفسه ركز على الأرض وكرر: فلتتبارك هذه الأرض ومن عليها بالمحبة الإلهية باللطف الإلهي. فلتتبارك كامل هذه الأرض بالبهجة والسعادة. لتتبارك بالتفهم والغفران، الانسجام، السلام. تخيل الآن الجميع وهم مقبلون على فعل الخير، منفتحين لعطاء البعض بالابتسامة البعض. تخيل الأرض كلها، كل كائن، كل مخلوق يستقبل ويتبارك بالمحبة والقدرة على فعل الخير. وابدأ استشعر نور ذهبي بيعبر من كف اليدين ليغمر الأرض كلها بالحب والوحدانية واللطف بالسلام. تخيل الأرض كلها وهي تتبارك بالسلام الداخلي، بالسلام الخارجي، بالجمال الداخلي والنعمة والاتصال بين كل ما فيها. استشعر الأرض وهي تتوهج الآن بلون ذهبي من أعماق أعمقها إلى الخارج، كأن حولها هالة من الوهج الذهبي. تأملها وهي أرض السلام، أرض المحبة، أرض تحقيق الأماني، أرض الاتصال والوحدة الإلهية. والآن لطف، أنزل يديك وابدأ بتخيل نجمة متلألئة فوق الرأس، مسافة من 10 لـ30 سنتي فوق الدماغ. وجه وعيك لهذه النقطة أو هذه النجمة، وبهدوء وصمت تأمل موضعها. نجمة لونها ذهبي. ودلوقتي هنكرر آمين 9 مرات، وما بين كل مرة والتانية فترة صمت. اسمح لنفسك تأمل الصمت والسلام والسكينة والهدوء. وتخلى عن أي تمسك بأي فكرة أو تعلق، وتفقط تأمل منطقة الصمت. كرر آمين بصمت 9 مرات. آمين أو أوم، الناس اللي مش مؤمنة بمانترا أوم ممكن نستخدم آمين. بسم الله. آمين. استشعر الصمت.
استشعر الصمت والسلام واسترخي. آمين. دلوقتي هنسكت لمدة دقايق، هنتأمل الصمت واستغرق في الصمت.
دلوقتي بمنتهى الهدوء ابدأ بتحريك أصابع الإيدين بالراحة، حرك أصابع القدمين بالراحة، ما تفتحش عينيك، استشعر وعيك وهو يعود بالكامل إلى الجسد، استشعر اتصالك بالمحبة من عند مركز القلب واتصالك بخالق كل ما هو موجود من عند مركز التاج. خد نفس عميق شهيق وزفير، ابدأ بتخيل شاكرا التاج فوق الرأس كأنها كورة مغمورة بلون بنفسجي مشع، مشحونة بالصحة، التوازن، الاتصال، الحكمة، الإيمان واليقين. شكرا التاج الآن صحية ومتوازنة. عبر الآن بوعيك إلى موضع شاكرا العين التالتة في منتصف الجبهة بين الحاجبين، وتخيلها كأنها كرة يبدأ اللون البنفسجي المشع يغمرها بالكامل، يغطيها، يوازنها ويباركها بالصحة، بالتوازن، بالحكمة، بالبصيرة وبالإيمان. والسلام. وانتقل بوعيك الآن إلى منطقة الحلق في منتصف الحلق. شاكرا الحلق موجودة في المنطقة دي كأنها كورة، تخيلها واللون البنفسجي بيروح لها ويغمرها، نظفها وتبدأ تشع بالنور ده عشان يغذيها ويشحنها ويباركها بالصحة وحسن التعبير عن الذات، بتعزيز التواصل وصوتك الداخلي ومع العالم الخارجي. وابدأ باستشعار منطقة القلب في منتصف السطر، ركز بوعيك عليها وتخيلها وكأنها كورة، وابدأ بتخيل كورة من اللون البنفسجي يقوم بغمر شاكرا القلب من الخلف ليقوم بشحنها وتغطيتها وموازنتها بالحب والعطاء والاستقبال، بالمحبة اللامشروطة للذات وللآخرين. وابدأ بوعيك بالتوجه إلى منطقة آخر ضلعين في القفص الصدري، منطقة شاكرا الضفيرة. تخيل كأنها تحمل كرة تخيلها تبدأ تغمر بنور بنفسجي مشع من الأمام ومن الخلف، تخيل النور وهو ينظفها ويوازنها ويشحنها بالثقة، بالقوة، بقوة الإرادة، العزيمة والإصرار، يشحنها بالقيمة الذاتية واستعادة الاستحقاق الذاتي والشعور بالثبات والثقة. وابدأ الآن بتوجيه وعيك إلى منطقة أسفل السرة
عند منطقة الحوض، تخيل كرة في منطقة شاكرا العجز أو شاكرا الجنس، تخيل الكرة دي وهي تغمر باللون الأبيض، أبيض لطيف، يبدأ يغمرها ويشحنها بالصحة، بالإبداع، بالبهجة، بالتواصل الصحي، بالتواصل مع الجسد ومع الآخرين. وابدأ ببطء، وجه الوعي لمنطقة أسفل فقرة في العمود الفقري عند شاكرا الجسر، وتخيلها كأنها كورة تبدأ تغمر باللون الأبيض، بالنور الأبيض اللطيف. النور الأبيض ده بيغمرها بالصحة، بالثبات، بالاستقرار والأمان، وبتحسين الارتباط مع الحضور، العائلة، المال. واستشعر الاستقرار في هذه الحياة، استشعر كامل جسدك وهو متشافي، موزون، يستجيب ويتفاعل بشكل صحي مع هذه الطاقة. لنتجه الآن لتفريغ الطاقة الزائدة. هطلب منك الآن ارفع ايدك على مستوى السطر وتوجيه الكف لأسفل. تخيل الأرض أمام منطقة السطر، وهنبدأ دلوقتي نفرغ الطاقة الزائدة بمباركتنا للأرض الأم، بالمحبة الوفرة، السلام. نباركها بالأمن والأمان، فليتبارك كل من على الأرض بالسعادة الروحانية الوفرة والثراء. فلتغمر بركاتك يا الله الجميع. ابدأ بتخيل أحبابك، تخيل بأنك تباركهم بهذه المحبة الفائضة، تبارك حياتهم، وجودهم، أهدافهم. وشوف البسمة على وشوشهم وقلوبهم. ابدأ الآن بتوزيع جزء من هذه الطاقة ناحية أهدافك الشخصية. تخيل أهدافك وكأنه محقق تماما. تخيل شعورك أثناء تحقق الهدف. تخيل نفسك في هذا الهدف وهو محقق. استشعر البهجة والفرح بتحقق هذا الهدف. تخيل هدف آخر تتمنى رؤيته محقق، واغمره بالطاقة دي دلوقتي، وتخيله وهو محقق تماما. استشعر بهجتك وفرحتك بتحقيق هدفك. وتوجه الآن ناحية تخيل عمود من النور ينزل من أسفل الظهر لباطن باطن باطن الأرض، يدخل لأعماق الأرض، يفرغ أي طاقة زائدة للأرض. كرر ورايا، فلتتبارك الأرض بالمحبة، التجدد والسلام، بالنعيم والأمن والأمان. وأنوي أن تكون هذه الطاقة وهذا النور لعمار الأرض ونمائها وازدهارها. وهختم بشكر
شكرا يا الله، يا خالق كل ما هو موجود. أشكرك يا إلهي على عطائك ومحبتك وغمرك لنا بالمحبة والحفظ الإلهي. نشكرك على غمرك لنا بالروحانية ومساعدتنا على أن نكون نسخ أفضل من ذواتنا كل يوم. شكرا لكل اللي حضر التأمل في أي وقت من الأوقات. شكرا على المحبة، شكرا على التعاون، شكرا على وجودكم معنا. شكرا شكرا شكرا. فتح عينيك. كذا مرة بس ده كان أحسن صوت ممكن يطلع النهاردة. أنا واخدة كمية حاجات عشان أقدر أتكلم معاه. ممتنة ليكم إن أنتوا كنتوا موجودين، ممتنة لكل حد حضر التأمل ده. طمنوني عليكم. من أروع التأملات اللي ممكن تحضروها في حياتكم، من أكتر التأملات فاعلية. عن طريق التأمل ده إحنا بنعمل تواصل مع طاقة الأرض وطاقة السماء، بتبقى متصل بالأرض والسماء، بنفعل كل الطاقات اللي ربنا حطها فينا، بنبعت طاقة حب للأرض وسلام. شكر لله. التأمل ده خاص بمدرب فلبيني، هبعت لكم اسمه، هو مؤسس علم من علوم الطاقة. حبيت ان انا اشارككم بيه لان بجد امبارح انا عملت التأمل الاول ولما استشعرت طاقته قلت لازم تشاركوني معايا فيه. الحرارة ده الحضور الملائكي يا جماعة. ايوه بالظبط كده يا دكتور، بالظبط. هو اسمه تشو كوسو اللي هو كتب الاسم بتاعه ده، مؤسس علم البرانا. التأمل بتاعه رائع رائع رائع. تشو كوكسوي، ايوه هو ده اسمه. وانا تلميذ مدرسه من أروع المدربين اللي أنا قريت لهم مادة علمية بتتكلم عن الطاقة بجد يعني. ممتنة إن حد زي كده اتكلم عني وعرفت عنه. أنا دراستي كلها في البرانك. أنا عارفة ده. يا رب أكون عرفت أعمل للتأمل مظبوط. حضرتك هتكون أخطر مني على تقديري. هو التأمل طبعا بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لك انك قدرت تأديه أساسا، لأن هو ما حدش بيأديه خالص. بيخافوا من المقارنة مع مستر تشو، خدت بال حضرتك؟ لأن هو قوي جدا هذا التأمل جدا، بس يا ريت بلاش شحن شاكرا القلب الأمامية. بلاش شحن شاكرا القلب الأمامية، نشحن من الخلف بس، لان شاكرا القلب الاماميه بتشحن القلب مباشره. انا عارفه ده. انا عارفه ده. حضرتك قلت ان ممكن تتسبب في اضرار، انا فاهمه صح؟ لا، على طول بتعمل احتقان في القلب. وخصوصا مع تكراره بيحصل تضخم في القلب. اوكي، المره الجايه هاخد بالي من النقطه دي. حاضر. لا انا معلش ان انا قلتها بس علشان لا اي اراء مرحب بيها على فكره.
علشان الزملاء ما يعملوش التأمل ده لوحدهم ويشحنوا شكرا القلب الأمامية. لا وانا بعمل مونتاج تشيل الجزء ده عشان حد ما حدش كمان يسمعه من غير وعي وبيتسبب له في ضرر. الله ينور عليك، يعني اشكرك على سعة صدرك. لا مفيش مشكلة يا دكتور، احنا بنتعلم من بعض. تحت امرك. شكرا. الله يبارك. شكرا شكرا شكرا. الله يخليك. اهلين امين. اتفضلي. انا كان في الم فظيع في وسط الظهر، يعني في نص مقابل القلب، يعني الم فظيع مثل ثقبة في الظهر ولا يعني قصاد القلب؟ قصاد القلب ورا. نعم مثل ثقبة، وكان الم فظيع، وبعدين خف لما بدي بعد ما بدينا نتخيل نور وكل شيء، والان رجع تاني يعني مني. غالبا ده من البلوك اللي موجود في القلب يا فيروز. اكيد بلوك. احنا محتاجين نحرره. ممكن تعمل تاني بس مش النهارده، ممكن دكتور محمد تشاركنا. ممكن اضيف حاجه بعد اذنك؟ اتفضل. التمرين ده او التأمل ده محتاج رياضة قبل التأمل وبعد التأمل، لانه بينزل كمية طاقة غير عادية. الطاقة اللي بتنزل مع هذا التأمل قوية جدا، فمحتاج رياضة قبليه 5 دقايق ورياضة بعديه 5 دقايق للتخلص من الطاقة الزيادة، لانها لو اتخزنت جوه الجسم هتعمل احتقانات في المفاصل وفي الجسم كله. تأمل يعني قوي جدا. أستاذ الرياضة تكون شيء خفيف يعني مشي ولا لازم نركض؟ رياضة خفيفة خالص وانت واقفة في مكانك. حركة ومنظفي البيت، اختلي، امسحي، اكنسي، اعملي اي حركة. نعم انا بس كنت انظف واكنس يعني، وبعدين عملت معك طيب الجلسة ولسه. اسمحي لي باشمهندس المين، حاب اجي لحضرتك واوريك الرياضه اللي بتتعمل. أوكي. لانها فعلا مهمه، لان الطاقه دي مع التامل ده لما بتتخزن في الجسم بتعمل يعني الام شديده. الطاقه حضرتك، الطاقه اللي نزلت النهارده على المجموعه وخصوصا في التامل الجماعي بتبقى رهيبه. ممكن نعمل حركات دائرية بالإيدين والرجلين نفك بيها المفاصل؟ هم 12 تمرين حابة أوريهم لحضرتك. طيب ممكن حضرتك تقول لهم تمرين يعملوه دلوقتي علشان يبقوا إيه؟ اللي هو التمارين اللي كنا بنعملها زمان واحنا في المدرسة. أيوة الثاني والمد والحاجات دي. أيوة الله ينور. دي أبسط الأمور لحد ما ارفعي إيدك لفوق ونزلي إيدك وقدام وورا وانحناء لقدام وانحناء للجنب. نوطي بإيدينا ما نلمس الأرض قدر المستطاع، ونوطي يمين وشمال ونلف وسطنا. واخد بال حضرتك؟ يمين وشمال، لازم المفاصل كلها تتحرك بالراحة بدون تمام. مجهود زايد. تمام تمام تمام. وخبطوا على جسمكم كده كأنكم بتنفضوا. طبطبوا على جسمكم كده يا جماعه كأنكم بتنفضوا يعني بالراحه كده. طبطبه بالراحه على الجسم كله. ما حدش ينتقم من نفسه ويضرب يعني. ايوه ما تتهزوهاش فرصه يعني. شكرا يا دكتور. واشكرك على سعة صدر حضرتك. شكرا يا دكتور. بالعكس ممتنه لاضافه حضرتك. شكرا يا فندم. الله يخليك. العفو. ممكن نشرب ميه كتير ولا اشربي ميه عادي؟ اشرب. مين تاني يا جماعه حابب يتكلم؟ إيه ما تكرروش التمرين يا جماعه على الاقل لمده اسبوع تاني دلوقت، يعني ما تعملوهوش في خلال الاسبوع ده مره تانيه، لأن التأمل زي ما قال الدكتور هو حاجة طاقة، إرسال طاقي جامد جدا نزل على الجسم، عملنا داونلود وفرغنا، فما تعملوش التأمل ده على الأقل لمدة أسبوع كمان. طيب هاخد كونتاكت من على تيليجرام. اتفضلي يا خديجة. خديجة اتفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشكر لله. لا ما تعديهوش قبل اسبوع من دلوقتي، حتى لو ما كملتوش للاخر، حتى لو ما كملتوش للاخر. الطاقه بجد التمرين ده طاقته تقيله قوي، فما تعمليش كده تاني. مفيش مشكلة، ما تعمليهوش الأسبوع ده، والأسبوع اللي جاي اعمليه في وقت تكوني انتي في مكان هادي ومفيش حد بيقطعك. وانا استقبلت امبارح حاجات كتير حلوة على فكرة. مبارك عليك. يا خديجة مفيش يوم ربنا بيخلقه من أوله لآخره سلبي، مفيش حاجة اسمها كده أصلا. وسيدنا محمد قال لنا لما يحصل كسوف أو خسوف نعمل إيه؟ نصلي وندعي ربنا، ما قال لناش احبسوا نفسكم في البيوت وما تخرجوش وما تروحوش وما تجوش عشان في كسوف أو خسوف. يعني اعبد ربنا واعمل شغلك عادي، يوم عادي، فمفيش حاجة 100% سلبية، مفيش حاجة 100% إيجابية. ده تعميم بالظبط. سؤال لمين؟ في الأخت تسنيم كاتبة سؤال، ممكن تجاوبيها في التليجرام؟ طيب ممكن يا جماعة الناس اللي على زوم تنقل على تليجرام عشان نتكلم كلنا في مكان واحد، لأن في ناس بتكلمني على زوم وناس بتكلمني على تليجرام، فأنا لا اللي ده هنا سامع هنا ولا اللي هنا سامع هنا. فإحنا كده خلصنا التمرين، اللي عايز يطلع من زوم أوكي انقله على القناة، ادخلوا على اللايف على القناة. الشكر لله يا حبيبتي. أنا هقفل زوم، ممكن تنقله على تليجرام. نور اتفضلي يا نور. أهلا، الحمد لله. أنت أخبارك إيه؟ الحمد لله.